تمام. نشوف كده مقاديرنا سريعا بتاعه سمك الفيليه بالخضروات. عباره عن سمك فيليه واي نوع، ممكن يكون قشر بياض او بلطي مفيش مشكله. حلو. تمام. مستردة، توم، عصير ليمون، هريسه شطه او هريسه حاره، ملح وفلفل، جزر وكوسه، بصل، بقدونس، كابوريا، وبتتقدم مع الرز والخضروات. زي الفل. انا هاخد 3 صوابع كابوريا. تمام. اهو 3 صوابع كابوريا اللي هحشيهم في قلب السمك دي، برضه هفصصهم كده، هخليهم ايه كده عشان برضه ايه هيبقوا محشيين جواه يعني. طيب الكابوريا دي يا جماعه دي كراب بتتباع جاهزه، هي مصنعه من بوريا ومن اطعم الحاجات اللي موجوده، وموجوده في اي سوبر ماركت. وهقدم برضه السمك، ممكن اقدمه مع خضار سوتي، وممكن اقدمه مع رز زعفران. تمام. تمام. انا خدت همسه زيت خفيفه، ما احبش طبعا الزيوت في الاكل تكون كتيره. ليه؟ الزيت ده يعني برضه حاجه دهون، ماده دهنيه تساعدنا نخف بقدر الامكان الماده الدهنيه. حلو. بجيب انا السمك كده، قبل ما اعمل التتبيله انا هلفه. تمام. واحط له التتبيله عشان ما بهدلش الدنيا. أوكي. لازم مكان المطبخ يكون حلو ومنظم وجميل زي ما هو كده، عشان طبعا اهو. طيب عايزين نبص مع بعض كده بيعمل ايه الشيف يا جماعه. اهو كده بالشكل ده، بحط انا الكابوريا الاول اهي بالشكل. انت بتلفه على اني على اني على اني وش؟ لا انا هلفه اللي على البطن، على البطن من جوه. تمام. اخد بقى شويه جزر كده اهو، كل واحد جزر مع الكابوريا مع الفاصوليا. فاصوليا فاصوليا طبعا كل ده واخد سوتيه. أيوة. لان ده لما يخش جوه بلنشيه على النار كده خفيف. بلنشيه. تمام. لا واخدين طبعا سوتيه، وادي الكوسه. كوسه اهو كده برضه هنا اهو، برضه كوسه وجزر وفلفل والفاصوليا برضو هنا ماشي معايا كده. فاصوليا شويه، ممكن نحط له كرافس، ممكن نحط له بصل، ممكن اي خضروات حلوه ممكن تمشي مع السمك. كده انا شغلت نفسي في دول. طيب انا هعمل ايه بقى؟ حاجه ثانيه برضو، حاجه صغيره قوي كده، بصلايه كده، واقطع حته برضو بيدي ايه طعم حلو. كده اهو بقطعها بالشكل اللي انتم شايفينه امامكم مسيو ايمن. حلو. واخد برضو بصل كده اهو خفيف قوي كده واخد كام حته بصل هنا عشان طبعا اي حاجه بستعملها. حلو. تمام. بعمل ايه بقى؟ باخد ليمون، اخد ليمون كده اهو ومقطع الليمونيه، واخد عصير. طبعا السمك اهم حاجه فيه الليمون، الليمون. تمام. حلو قوي. بالشكل ده كده اهو كده، يعني احنا حطينا سمك فيليه مغسول نظيف زي الفل، محطوط عليه خضار مع الكابوريا، خضار. تمام. فلفل، جزر، كوسه وبصل بالشكل ده وعصير ليمون زي الفل. تمام. ايمن نلف بقى. باخد انا لفه بقى كده اهو، واحده واحده يا شيف كده اهو. ايوه بالشكل ده اهو، خدت اللفه كده عشان يطلع كده شكل الورده باين الشغل. اوكي. ده تعليمك حضرتك يعني. انت تعليمك ايه بقى يا شيف؟ القمه. لا القمه في يعني برنامج جميل جدا جدا وانا بتابعه. انا هسالك سؤال بقى دلوقتي وانت بتلف بس. ما يكونش محرج. لا مش محرج. ايوه بص بقى حضرتك جاي ازاي. ايوه. والخضروات. أيوة. والخضروات طبعا مليئه بالعناصر الغذائيه. الله عليك. فيها ماء واملاح معدنيه وفيتامينات. تمام. السمك كمان بروتين فيه نسبه دهون قليله. حلو قوي. بعكس اللحوم. السمك غذاء العقل، غذاء الصحه والجمال، كالسيوم وفوسفور يعني وكالسيوم. احنا النهارده عاملين اكل صيامي. حلو. حلوه قوي. جايه في الجون يا مسيو ايمن. صح كده؟ جايه في الجون. واكل لينا وريكو وكل الناس اللي حابين ياكلوا سمك وجمبري وكابوريا، اكل حلو جدا ما فيهوش اي حاجه. احنا مش عايزين نسميها مسميات، بس هو فعلا اكل ينفع للاكل الصيامي وينفع للاكل عادي خالص، لان هي الخلطه ما فيهاش حاجه، زيت وشويه سمك وهريسه شطه. شويه الهريسه دي يعني بلاد المغرب العربي. طبعاً. اللي هو بتبتدي من ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، ابعد حاجه المغرب. اخد بقى شويه اللي هو زعتر، شويه زعتر. اخد تدمين التوابل مشكله. تمام. اخد شويه شطه برضو، انا ما بحطش كتير. ليه؟ مش عايز. التتبيله دي هتعملها للسمك وللجمبري؟ للسمك والجمبري. تتبيله واحده. كده اهو. طيب اخد بقى كده اهو هنا برضو ملح اهو. ايوه. اخد ملح شويه بقى عشان يخش مع ده ومع ده. تمام. بس بيختلف الجمبري، بديله بقى كزبره مفرومه مع بقدونس وتوم. تمام. واخد بقى هنا اهو، ناخد برضو هنا طبعا مستردة. مستردة. اخد شويه المسترد الحلوين، لان المسترد بديت يا جماعه ركزوا، لان التتبيله مش لازم تبقى توم بس. لان مفهوم الستات في البيت ان هو التوم والكمون هو تتبيله السمك. لا اخد برضو التوم بتاعي مهم قوي قوي. التوم ده التوم وعصير الليمون ده مهم جدا جدا. تمام. بسيب انا بقى دلوقتي الحاجه اللي بسيبها اللي هو
البقدونس والكزبره مفرومين مع بعض. اخد بقى شويه زيت كده اهو، شويه زيت كده اهو، لازم الزيت ده عشان الزيت اللي بيدي ليونه، لان السمك مفيهوش دهون. تمام كده اهو. انا عايز بس ازازه الزيت دي بقى باذنك. اتفضل. عشان تخليها جنبي لاني محتاجها كمان شويه. تمام تمام. هحتاجها انا كمان شويه. شفت بقى، شفت بقى السر. وهتحط ليمون تاني. هحط بس الغطا بيترفع بس. لا لا لا، فوق بس، من فوق، من فوق خالص، من فوق خالص. تمام. هي ايوه الشفه دي بتترفع خلاص. الشفه دي ايوه. تمام. اوتوماتيك كده. شفت بقى. وانا بقى منور يا فندم، والله منور. أقدم بحضراتكم، بحضرتك والله. طيب الخلطة دي الخلطة السحرية اللي بتتبل بيها السمك. ايوه الأول، وبعد كده هنشوف هنحط عليها زيادة عليها الجمبري. في بقى ميزتها ايه بقى؟ ان انا عملت السمك ما بهدلش المكان، يعني ما حطيتش التتبيله في الاول. ليه؟ عشان احافظ على المكان واحافظ برضو على ايديا والجاكيت والحاجات دي كلها. دي ميزه حلوه في المطبخ. تمام. بتبل انا التتبيله، اخفقها كده كويس عشان الليمون يتجانس مع. معلش تاني يا شيفنا، والكاميرا معاك، وقول المستردة والثوم، والمستردة والثوم وصوص الهريسه ده مهم جدا جدا، له مذاق رائع. حتى ما تاخدش في البتنجان اللي هو متوم، والبتنجان بعين الجمل. باخد زعتر، زعتر المكدوس الله يبارك لك مسيو ايمن، واخد خليط توابل، واخد شطه، واخد شويه فلفل اهو، كمان شويه فلفل كمان عشان ايه اهو كده اهو، واخد شويه ملح مناسبين، مش عايز لا ملح كتير ولا ملح قليل. تمام. يبقى كده الاكله دي اكله صيامي 100%، وهي رز بالزعفران ولا خضار ستي اهو. اجي بقى اتبل كده اهو. طب انا هسال سؤال، هي التتبيله كده خدت من ناحيه واحده بس ولا من ناحيه واحده؟ انا عايزها من ناحيه واحده، مش عايزها من كله. لان الخضروات انا عايزها تبقى بطعمها حلو قوي. ما في ميزه حلوه مسيو ايمن، ان الخضروات لازم تبقى بطعمها. واكيد لما حد هيبتدي ياكل ويقطع هيبتدي يخش كل الطعم. ايوه في بعض. وطبعا اهو تحت كده هنا بنحط كده شويه، وهعمل برضه شويه عشان جمبري اهو. تمام تمام كده. احنا الخلطه اهي والطبق جاهز، هيخش الفرن يقعد قد ايه؟ بص حضرتك ده يقعد 12 دقيقة، 15 دقيقة على الفرن. على الفرن مش ولا شواية، على الفرن. على الفرن فوق وتحت. في الفرن. طيب نحطه في الفرن بعد ونشوف المقادير بعد اذنكم تاني يا جماعة، وهننزل بعد مقادير السمك بمقادير الجمبري على طول، لان هم عمل الخلطة والخلطة هياخد منها سمك. عندنا سمك فيليه، وقلنا اي نوع سمك فيليه، مستردة، ثوم، عصير ليمون، هريسة حارة، أخد ملح وفلفل. الكم ده بقى اخد نصه كده اهو. ثواني يا شيف بس، عشان بس احنا لسه بنشوف المقادير. تمام. عندنا كوسة وجزر وبصل وبقدونس وكابوريا، بتتقدم طبعا مع رز وخضروات. ورايح يجيب السمك الحكاية. الله يا شيف ايمن على السمك، الله اكبر. الله 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 الله. هايل اهو، هايل. اجيب انا ده فوق كده عشان يبان مع المشاهدين، وازق ده كده السنة ماشي، ويبان مع المشاهدين. بص الكاميرا بتاعتك جايباها، ما تقلقش. تمام تمام زي الفل اهو. اقفل بقى الفرن. الله. ايه ده كانيلوني؟ يعني ده ايه ده؟ لا ده حضرتك ده من ذوق حضرتك والله. ده حاجه حلوه بجد بجد يا شيخ. ده من ذوق حضرتك. كده الصوص بقى يعني تفاعل في السمك كله اهو. اجيب دي كده اهو هنا. طبعا البوله الحمراء دي بوله رز يا جماعه. ايوه بوله رز. ما انا هشيلها دلوقتي حالا. ايوه. وطبعا في حاجه عشان نعرف، بنص السكينه بنغرز ده كده اهو، طالعه ناشفه السكينه، طالعه ناشفه ناشفه، يبقى السمك استوى زي الفل. تحب نجيب الثالثه كمان؟ الثالثه هنا اهي. خلاص بقى تمام كله زي الفل بس كده اهو. طيب الصوص ده اشيل بقى انا البوله دي على مهلك. تمام اهي كده اهو شلتها. ايوه. واعمل له حاجه بسيطه كده، ننزل بالصوص. المنظر العام، ننزل بقى بالصوص، هجيب له كلوش وانزل بالصوص. طبعا طبق يا جماعه، طبق جامد قوي. لو طبعا عايز اقول لكم ان الحكايه ما حصلتش، انا عايز اشيل الكابوريا دي من هنا. تمام تمام. عايز اجيبها انا عندي. تمام زي الفل. اشيل انا بقى دول بقى اهو كده. انا شلت دول كده عشان طبعا عشان دي سخنه، وانت جايب لي حاجات جميله قوي، احدث حاجه. طيب شفنا، انا كنت في اول الحلقه قلت ان السمك ممكن يبقى بولتي او قشر بياض. ممكن. انت بتقول ايه لو انت حابب تختار السمكه اللي انت جايبها دي ايه؟ تمام. انا عايز اقول حاجه. احنا بنحب ناكل ايه مسيو ايمن؟ بالظبط، يعني نوع السمكه اللي بتحبوها يا جماعه. نوع مش السمكه قاعدة يعني. ايوه. طب السمكه دي ايه؟ عشان برضو في ناس بتسالنا السمكه دي. لا السمك ده فيليه ابيض حمار. فيليه حمار امي. فيليه حمور. بص بقى شويه بقدونس بقى كده، شويه حركات كده اهو اهو كده اهو.
فيها مرده يا جماعه موجود موجود مجمد يا شفنا ولا موجود فريش؟ لا فريش ومجمد زي ما انت عايز موجود. بس هو طب فريش السمك مجمد. السيبه اللي هو السمك المجمد اللي نجيبها هنا يا شيف بعد اذنك. اه هجيبها هنا تمام بس انا هديها بقى ورده طماطم كده عليها واعمل الكوكتيل على طول. طيب. او اخش على الطبق الحلو. اه هجيب لها ورده طماطم كده اعملها على السريع في ثانيه من دقيقه. اه لكن هو احسن انواع السمك في الحكايه دي اللي انتوا عايزينه يعني اللي نحب ناكله ايه؟ اصل في سمكه لما بتيجي تعملها كده بتروح مفتفته منك. اه فالفضل ان السمكه تكون ماسكه نفسها شويه. انا هقول حاجه السمك يعني احنا بنقول السمك عند الشراء خشيم حمراء ملمسه لما نحط صوابعنا فنغرزها كده ما يغرش يبقى السمك ده فريش طالما هو السمك حلو وماسك نفسه نشتريه. خد بالك ان كل الناس بتشتري السمك الفيليه شيف مجمد غالبا بيبقى سمك مجمد تمام فبالتالي تمام. ما بيبقاش فيه فكره فريش او بيبقى سمك فيليه من غير عينين اصلا طيب. ولا جلد ولا بتاع فهو فكره الناس بتسال نعمله بايه.